قمة مرتقبة، يعني حضور دولي كبير وحضور إقليمي، استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما المنتظر من هذه القمة؟ يعني منتظر ان هي يعني تخفض التصعيد الحادث في غزة. العالم كله يتكلم عن ضرورة وقف الغارات الوحشية الإسرائيلية على أهلنا المدنيين في غزة. القمة أكيد تبحث كيفية إيجاد ممرات آمنة للمساعدات تذهب إليها من رفح المصرية إلى قطاع غزة. والأهم طبعا أن هذه القمة هي أول يعني فرصة حقيقية على مستوى دولي ومستوى إقليمي لكي تبحث في القضية الفلسطينية برمتها، لأن القضية الفلسطينية كانت راحت في شبهات عميقة. كانت بس الأولوية الأولى يعني الملحة دلوقتي وقف إطلاق النار، إيصال المساعدات الإنسانية، هي هتناقش في أتناقش الأولوية في الأجنبية. دي الأولوية، إنما هتناقش كل حاجة. يعني هي تسليط الضوء بشكل قوي على القضية الفلسطينية، أسبابها وما هو العلاج لإنهاء هذا النزاع المستمر. لأن القضية الفلسطينية يعني هي مر عليها حوالي عقد من الزمان، الاهتمام حتى المحلي فطر بها، الاهتمام العربي غاب، حماس الشعوب العربية بها، وكانت قضية الأولى طول عمرها منذ 75 عام من صف فلسطين قل قليلا. أهمية اللي قامت به مصر، أهمية اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه هو يعني احيا القضيه الفلسطينيه من جديد وسلط الضوء بشكل قوي على المخطط اللي اتامرت عليه، ليست فقط حكومه الحرب المصرفه نتنياهويه ولكن ايضا حكومات غربيه كلهم لقوا الوقت المناسب لتنفيذ صفقه القرن اللي كان تحدث عنها ترامب منذ ايام ما كان رئيسا من 5 سنوات او 6 سنوات. وبرضه كانت تقصرت بس بهدوء على الموقف المصري لما الرئيس السيسي واجه في المحافل الدوليه كلها وقال لك احنا مع حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه على حدود 4 من يونيو 67. ما عملناش مواجهه لان هو ترامب ما سمع ومضى في طريقه. انما هو نتنياهو ومعاه حكومات المانيا وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحده الامريكيه، تخيلوا ان اللحظه اصبحت مناسبه لتنفيذ هذا المخطط واعلان يهوديه الدوله اليهوديه دوله اسرائيل. وده من خلال ان اولا الناس قلت لحضرتك ان الشعور العربي بالقضيه الفلسطينيه غاب شويه، قطاع التطبيع اصبح قطاع كهربائي يتحرك بسرعه مطلقه، اللي فرصه المقاومه الفلسطينيه عملت عمليه استراتيجيه زلزله الكيان الاسرائيلي فيها، فقالوا فرصه ان احنا نرد وننفذ المخطط ده، مخطط صفقه القرن. هو كان تخيل ان مصر هتتجاهل الامر. مصر عندها 9 مليون ضيف، ما فيش حاجه بيبقى 10 12 مليون. ولكن المفروض طبعا ان مصر هنا وقفت وقفه التاريخ سوف يسجلها لها. لان هذه الوقفه هي اللي انقذت القضيه الفلسطينيه من انها تروح في 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 نسيان. هي منع التصفيه القضيه الفلسطينيه. تصفيه القضيه صحيح. وده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدايه الازمه وسلط الضوء عليه بقوه، وكانت ما فيش حد كان بيتكلم بهذه المصارحه والمكاشفه. صحيح. كان الكل بيتكلم في اوض مغلقه ولا يتضرر الراي العام. الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المؤامره كلها واضحه وقال لن نقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه، وان ده وان الخط الامن القومي المصري خط احمر لن نسمح بتجاوزه. صحيح.